مش عارفه اقول لك ايه، مش عارفه اشكرك ازاي على اللي عملته معايا. انت وقفت جنبي واقفه، عمري ما هنسى لك العمر كله. ما تقوليش حاجه يا صفيه، يعني انت يعني مش فاهمه انا كنت بعمل كل ده ليه؟ لا عارفه. عارفه وساكته؟ ده انت كنت هتجننيني يا صفيه. فاكر يا ممدوح بيه اخر؟ نعم نعم. بيه ايه؟ ملهاش لازمه بقى دلوقتي. طب فاكر يا ممدوح اخر مره جبتني هنا؟ ايه اللي فاكر؟ تعرفي يا صفيه من يوميها وانا بتعالج من الضغط لحد دلوقتي. من يوميها كنت بوصف لك الراجل اللي بتمناه، بس انت ما فهمتنيش. اني كنت بوصفك انت يا غاب. الله ايه يا صفيه، قله الادب دي من اولها كده. امال لما نتجوز هتعملي فيا ايه؟ اضربيني بالشبشب. الا انت صحيح ناوي تتجوزني يا ممدوح بيه؟ لا بهزر، عندي وقت فاضي بضيعه. طب ممكن اسالك سؤال وترد عليا بصراحه؟ اتفضلي. اشمعنى اني انت ظابط ما شاء الله وتشوف بنات يامه، اشمعنى اني؟ عشان انت شبه يا صفيه. نعم. ما تهمدي يا صفيه، نفسي مره اكمل جمله بقولها. انا قصدي يعني ان انت شبهي بسيطه، بني ادمه جدعه دغري. اصل انا ماليش في اللف والدوران، يعني انا مثلا ما اقدرش ارتبط بواحده من بنات اليومين دول اللي ملهاش غير في اللبس والمكياج والقعده على الكافيهات. يعني باختصار كده يا صفيه، انت الانسانه اللي انا بحلم بيها طول عمري. الدنيا عليه. امال هتكون راحت فين؟ مش عارف. تكونش رجعت البلد؟ يعني دي هتعرف تروح لمحطة مصر لوحدها؟ فردوس دي مش سهل، دي تعرف الكوفت. مش عارف اقول لك ايه. بعد ما كان دليل براءتك في ايديا يا صفية ضاع مني. نفس الحكاية حصلت للدكتور امين. ازاي؟ معاه دليل ان ابوي ما خلفش غيري والدليل ده ضاع مني. بتقولي ايه؟ هقول لك ايه ولا ايه يا ممدوح بيه؟ هقول لك على الدليل اللي دعم الدكتور امين ولا اقول لك على كلام ولاد الحاج نعماه؟ انت رحت لهم؟ ايوه، وقالوا لي ان ليهم عم متجوزه، بس هم ما يعرفوش متجوزه مين. بس قالوا لي كمان ان ليها ابن اسمه ايه يا صفيه؟ صابري. واكتب الله المجيد ما هو اخوي. الورق اللي عند الدكتور امين يثبت كده، ومن غير الورق تاني احساسي ما يكذبش. الجدع ده نصاب. ما هو انا كمان فكرت في كده، وبالذات بعد موضوع جواز الصفا اللي ملوش اوراق في المجمع. بس برضه يا صفيه ارجع واقول ان النصاب بيصطاد ضحايا بسناره فيها طعم صغير، يعني ما ينفعش يصطاد سمكه بحوت. يعني صبري دفع مبالغ كبيره جدا في شراء الارض، كان بيصرف من غير حساب، واللي عايز 100 بيديله 1000. النصاب يا صفيه ما عملش كده غير لو كان متاكد ان هو هيكسب ملايين. بصراحه يعني ارض محل البركات ما تساويش المبالغ اللي دفعها دي ابدا. امال كان بيعمل كل ده ليه؟ السؤال ده انا فكرت فيه كتير، بس للاسف ما لقيتلوش اجابه. كمان في سؤال تاني محيرني جدا، هو اصلا جاب الفلوس دي كلها منين؟